السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم طريقة نتاع تحضير حلوى بدون الفرن اللي كتجي رائعة في الشكل وحتى في المذاق وسهلة في التحضير في نفس الوقت. وكنحتاجو في المقادير عندي هنا 400 غرام تاع بسكويت العادي، عندي هنا جوج من هادو، اي بسكويت العادي كما كنقولو حنايا في المغرب بسكويت تاع ماريا اللي طحنتو. عندي هنايا الحليب المركز المحلى او لا كما كنقولوا نسلي. عندي هنايا الشكلاط جوج تقريبا 400 غرام. عندي هنايا اللوز 200 غرام، اللوز مطحون. فعلى بركة الله غادي نبداو. غادي ناخذ اللوز، صبوه، غادي ناخذ الحليب المركز المحلى، غادي نسبي الكمية وغادي نخلط بالملعقة في الأول. كنبقى كنضيف تدريجيا حتى يشكل لينا عجينة. راني غيرت الاناء حيت داك الاناء كان صغير ودرته في اناء كبير باش يسهل علينا عمليه نتاع الخلط. غادي نصب الثاني، غادي نخلط بيدية مزيان. فمن بعد ها كيفاش كيكون القوام ديالو، راح كيكون بحال العجينة الى شكلناه دوائر كيتجمع لينا بحال العجينه بهاد الطريقه. من بعد غادي ناخذ هاد المولات نتاع السيليكون اللي شريتهم من المغرب، راهم موجودين بالاشكال والاحجام. انا عندي هاد الشكل، بغيت ندير جوج تاع اشكال والشكل تاع الطاجين. غادي نبدا بهاد الشكل، وخديت طبيعه الحال الشكلاط اللي درتها بحمام، دوبتها بحمام مريم. على بركة الله غادي نكحس الكاميرا باش تكون الصورة واضحة. الأول غادي ندير القليل من الشكلاط، من بعد غادي ناخذ العجينه غادي نشكلو منها كويرات صغار. بهذه الطريقه Thank you.
من بعد ما كملتهم كاملين غادي ناخدو المرة التانية الشكلاط غادي نديرهم الفوق بهذه الطريقة. فمن بعد ما كملتو غادي ندخلوه المجمد وبنفس الطريقه غادي نديرو ليها الطاجين الشكل تاع الطاجين. غادي نديرو الفوق الشكلاط فبعد ما خرجتهم المجمد ها هو الشكل كيفاش كيجي. ها هو الشكل الثاني غادي نزينهم بالملمع الغذائي. فعندي هذا الملمع الفضي والنحاسي راه هاد اللي عايشين في ألمانيا راهم موجودين في المحل تاع غيار فاش كيتباعوا. وعندي حتى هذا الملمع حتى هو شريته من الغيار اللون ديالو بحال الاحمر تقريبا. غادي نزين بهذا اللون نزين بهذا الشكل واللون الذهبي غادي نزين به الطاجين. ممكن تزينو باي لون كتفضلوه. غادي ناخذ طبسيل باش ما غاديش نديرو روينه في الكوزينه بهاد الالوان. بسم الله غادي ناخذ اللون اولا الملمع نبقاو ندخلو مزيان الجوانب ديالو. عجبني هذا اللون في الاول كان دائما كنلقى دائما الفضي والنحاسي ولكن ملي مشيت بغيت نجيب الفضي والنحاسي ولقيت هذا اللون دخل جديد عندهم وقلت غادي نجربه نشوف كيفاش غادي يجي. ولكن كيبان ليا الشكل ديالو زوين بهذا اللون كيعطي كيعطي واحد المنظر رائع. عندي هنايا الاضاءه شويه مجهده داكشي علاش راه الشكل ديالو رائع. بان لي هنايا شي فراغات غادي نزيد هو الشكل ديالو. غادي نحطو على جانب غادي ندير معاكم الطاجين غادي نفتح النحاسي او الجولد
الذهبي، هذا الذهب ماشي النحاسي، ها هو كيفاش كيجي. غادي ناخد الطاجين صوبوا معاكم، نشوف كيفاش غادي يكون الشكل ديالو. هو الشكل ديالو، وغادي نبقاو بنفس الطريقه حتى غادي نسالي كاع الحلوه اللي عندنا، وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه في اخر تاع الفيديو. فبعد ما كملت التزيين ديالهم ها كيفاش كيجيو الشكل ديالهم، راه كيجيو رائع، راهم ساهلين وراقيين في المنظر، وحتى في المذاق رائع، بديك الحشوه نتاع البسكويت والحليب المركز واللوز، ديك الحشوه كتجي رائعه مع الشكلاط، والشكل راه كيجي رائع في المنظر وسهل في التحضير. ها هو الشكل ديالو النهائي، راه حتى نتوما ممكن ديروا حتى النحاسي، ممكن ديروا الفضي، ماشي ضروري بهاد الالوان، وحتى اي شكل بغيتوه نتاع الشكل الخارجي. فإلى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخطو ليا لايك، وتشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركش في القناه، وتخليوا ليا اي تعليق او اي استفسار، ونخليكم في امان الله في وصفه مقبله ان شاء الله.